اهلا وسهلا بطلبتنا الجداد طلبه كليات الهندسه. حابب ارحب بكم ترحيب كبير واشكركم على اختيار دراسه الهندسه. بصفتي خريج كليه هندسه زمان سنه 86 بقول لكم ان ده اختيار ممتاز، بيشكل الشخصية وبيفتح لكم مجالات كتير جدا في الحياة انت ما تتخيلهاش، والدراسة نفسها ممتعة بشكل كبير جدا. واعتقد ان انت في الجامعة الألمانية ان شاء الله مع كل المعاناة طبعا اللي انت هتشوفها هتحس ان انت مستمتع، وهتحس ان انت بتعمل حاجة كبيرة جدا انت ما كنتش متخيل ان انت هتقدر تعمل. أحب أرحب بأولياء الأمور ترحيب خاص جدا، أهلا بكم في الجامعة الألمانية، وبشكركم شكر خاص على أن أنتم أوكلتم إلينا مهمة تعليم أبنائكم. مهمة صعبة بس إحنا قد المسؤولية، وسعداء بالرسالة وسعداء بدورنا الكبير قوي في أن إحنا نعلم أبناء مصر على وجه العموم وأبناء الجامعة الألمانية على وجه الخصوص. المرحلة اللي احنا فيها الحقيقة مرحلة صعبة، فيها كتير من التغيرات، انتقال من مرحلة تعليم مختلفة، تعليم عن بعد، تعليم غير مباشر، اعتماد على ريسورسز مختلفة للتعليم، لمرحلة جامعية الطالب هو المسؤول الأول عن البحث عن المعلومة، ولكن بيمشي على مسار ممنهج ومنظم وبيلاقي كل الدعم اللي يساعده ان هو يمشي على المسار ده ويوصل للهدف اللي عايز يوصله. فاحنا ايدينا في ايدين بعض في المرحلة الجاية، نبدأ نحط رجلينا على اول الطريق. حط رجلينا على اول الطريق معناه ان احنا نستغل كل لحظة موجودين فيها في الجامعة في التحصيل العلمي، في بناء العلاقة مع الأساتذة ومع زمايلنا ومع المعيدين. أبدأ أتعرف على كل أوجه الأنشطة اللي في الجامعة، أبدأ أعرف إيه المسؤوليات اللي عندي في الجامعة وإيه الواجبات اللي عليا. وأنا أوعدك إن خلال الفترة اللي هكون موجود فيها في الجامعة، بالإضافة للمحتوى العلمي المصاغ بعناية شديدة، هتحسن قدراتك على التفكير عموما، هتحسن قدرتك عن التعبير عن آرائك وعرضها، هتتقن آليات البحث العلمي وصياغة الحجج الجيدة والاستماع وتقدير وجهات النظر الفكرية للآخرين. ده كله بينصب في تشكيل الشخصية، والشخصية دي تبقى شخصية علمية وشخصية عملية في نفس الوقت. من يوم الأول في الجامعة الألمانية جودة التعليم كانت هي الهدف الأساسي، وجودة التعليم تمثلت في نظام التعليم الألماني اللي بتقدمه الجامعة اللي أشار إليه دكتور أشرف منصور، وأنا بشكره لأنه أوضح كل ما يتعلق بنظام الدراسة في الجامعة والمسؤوليات اللي على الطالب والمسؤوليات اللي علينا. فأنا بشكره أنه سهل مهمتي، وأنا هكون كلمتي قصيرة جدا بس غرضها الترحيب بكم. التعليم الألماني كما أشار دكتور أشرف بيدي خلفية علمية قوية جدا، خبرة عملية عالية جدا، ومهارات البحث العلمي اللي هي بتميز خريج الجامعة الألمانية. ومهارات البحث العلمي بتشمل مهارات التفكير المنطقي الممنهج والنقد والعرض والمناقشة واحترام الآراء الأخرى والتنقيب عن المعلومة. فدي كلها سبل لتشكيل الشخصية وأساسيات النجاح في الحياة العملية. الجامعة الألمانية من أول يوم عندها منظومة حاكمة لتحقيق النجاح، والمنظومة دي بتشمل حداثة البرامج الدراسية. وكلمة حداثة البرامج الدراسية معناها إن البرامج الدراسية بتاعتنا برامج ديناميكية، ديناميك، بتتغير حسب
التغير اللي بيحصل في العالم من حيث التكنولوجيا والتقدم. وده مش معناه ان كل يوم في منهج جديد، لا، انا بطوع المناهج بتاعتي وبضيف اليها كل ما يستحدث، وبسبق الجامعات وبسبق الزمن باني بدخل في المناهج بتاعتي كل التكنولوجيات الجديدة والعلوم البازغة عشان الخريج بتاعي يبقى متقدم عن اقرانه خطوة وخطوتين وتلاتة في المجتمع المصري والمجتمع الدولي عموما. بالإضافة لنوعية التعليم اللي بنقدمه في موضوع التقييم المستمر للطلاب. يعني ايه تقييم مستمر؟ يعني انت ما تقدرش تريح يوم، ما تقدرش تقول انا حذاكر في اخر السمستر عشان قبل الامتحان بيوم هجهز نفسي. لا، انا عايزك تمشي معايا خطوة بخطوة، لان البرنامج الدراسي اللي احنا مصممينه مبني على فكرة انه في شراكة بين الطالب والأستاذ. الطالب شريك في العملية التعليمية، وشراكة الطالب تتمثل في أشياء كتير، منها دوره هو في القيام بالمطلوب منه، مشاركته في الأبحاث، تقييمه للأداء العملية التعليمية والفيدباك اللي أنا باخده منه، وفي نفس الوقت إنه هو يعرض آراءه ويبقى ليه إنبوت في كل موضوع من الموضوعات اللي هو بيدرسها. وده مش هيجي إلا بالمشاركة الفعالة من الطالب مع زمايله ومع الأستاذ. بالإضافة للبرامج التعليمية المميزة، احنا بنوفر ونحرص على ان احنا نوفر لكل الطالب ما يلزم لبناء شخصية متوازنة. بناء الشخصية ده مش حاجة سهلة، احنا بنوفر للطالب كل الأنشطة اللي ممكن تستهويه واللي في نفس الوقت اللي ممكن تزيد من قدراته الفكرية ومن مداركه ومن خبراته العملية. فأنا بدعوكم للتعرف على الأنشطة وبدعوكم للاشتراك في الأنشطة من أول يوم، وهتلاقي في الجامعة كل حاجة أنت بتحبها، وهتلاقي حاجات جديدة أنت ما فكرتش فيها، ومجموعات الطلاب نفسهم هم اللي أنشأوها لها توجهات مفيدة جداً في الخبرة الحياتية والخبرة المستقبلية إن شاء الله. في نفس الوقت في التزام من الجامعة بعدم التمييز بين الطلاب في الحقوق والواجبات، والتزام باحترام وحقوق وكرامة جميع أفراد مجتمع الجامعة وكلياتها من طلاب وعاملين وهيئة التدريس. ولذلك تتوقع الجامعة بالطبع من جميع الطلاب في كل الكليات تعزيز الأنشطة التعليمية والسلوك الأخلاقي الملائم وتحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي. الجامعة الألمانية كما أشار بروفيسور منصور لها توجهات دولية واضحة، ولدينا برامج لإكساب الطلاب خبرات الدراسة والمعيشة في ألمانيا. فأنا بدعو كل واحد منكم النهاردة أن يبدأ يتعرف على برامج الدراسة في ألمانيا، وبدعو أولياء الأمور أن هم يخططوا لأنه يشركوا أبنائهم في هذه البرامج للاستفادة من فكرة الدراسة في الخارج والعيشة والتعرف على الحياة خارج مصر. وأعتقد أن ده بيبني الشخصية بشكل كبير جدا وبيتيح فرص كبيرة جدا في المستقبل. في النهاية أنا أحب أكرر تهنئتي لكل الطلاب، وأكرر تهنئتي لأولياء الأمور، وأقول إن الطريق إلى النجاح بيبدأ من قاعة المحاضرات. الطريق إلى النجاح يبدأ من قاعة المحاضرات، بمعنى إن إحنا لازم يكون هدفنا في الأول إن أنا ألتزم بحضور المحاضرات والتفاعل مع الأستاذ والاهتمام بالشق العملي والاطلاع المستمر واستخدام التكنولوجيات مع التخطيط وتنظيم الوقت والالتزام باللوائح الجامعية. أتمنى للجميع حياة جامعية جديدة موفقة كلها نجاح إن شاء الله، وألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.